الجزيره تطلع الكره. هذا حدث. ليه يا كليني؟ ليه جورجيو كليني وخناقه مع مالديني؟ ليه؟ لماذا هذه الذكرى السيئه؟ يعني مالديني في لقائه الاخير امام اليوفي يتلقى بطاقه صفراء. انذار لمالديني وانذار لكيليني. شوف مالديني بيقول له عجبك كده؟ يعني هو فعلا هنشوف ايه اللي حصل، هنشوف ايه اللي حصل، ايه اللي حصل. كيليني انفعل، مالديني بدله الانفعال، المباراه مشتعله.